قد لا تكون الإجابة بسيطة، وربما لا يمكننا فقط أن نعزو السبب إلى إدارة أمريكية أو لأخرى. سيكون خطأ أن لا ننظر حتى إلى فترة إدارة جورج بوش وقراره في احتلال العراق وقلب نظام حكم صدام حسين، والذي قد أعطى لإيران فرصة فريدة لتكتسب نفوذا كبيرا في العراق. وطبعا لقد رأينا تحت إدارة أوباما أيضا كانت هناك الأزمة السورية، والتي قد أدت أيضا بإيران لتعزز من وجودها في منطقة الشام وأن تصبح أكثر نفوذا في سوريا مما كانت عليه مسبقا، وحيث أن النزاع في سوريا عفوا قبل أن يبدأ النزاع في سوريا. ولكن في نفس الوقت يجب أن ننظر إلى السياسات الأمريكية التي ربما كانت مضللة في توجهها، أو السياسات الأمريكية التي أدت إلى زيادة العداء ما بين الولايات المتحدة وإيران. ولكن أعتقد بأن الأثر الأكبر قد أتى من إدارة دونالد ترامب عندما قررت الإدارة الأمريكية الخروج من الاتفاقية النووية الإيرانية في العام 2018 وسحب الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية النووية دون وجود أي خطة واقعية بديلة لها، أو ما يجب فعله عندما لا تكون الاتفاقية النووية فاعلة وعندما تستمر إيران بتخصيب اليورانيوم. وطبعا ذلك الضغط الكبير اللاحق الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على إيران بعد انسحاب الأولى من الاتفاقية، وهذا حقيقة قد دفع إيران للتصرف وردة الفعل. وبالنسبة إلي يصعب أن نتجنب الاستنتاج بأن تلك الخطوة من إدارة ترامب كانت خطوة غبية بالفعل، وهي تخريب الاتفاقية النووية الإيرانية والتي كانت فعالة حقيقة وناجحة من وجهة نظر منع انتشار الأسلحة النووية. لقد كان هذا الاتفاق فعلا فعال وناجع، وكل من هو في الشرق الأوسط وحتى الولايات المتحدة اليوم في وضع أسوأ دون الاتفاقية.